السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مدرستكم مدارس هبة الله ضمن منظومة التعلم الإلكتروني. نستكمل الحديث حول منهاج اللغة العربية لطلاب الصف السادس. وصلنا يا طلابي إلى درس المحفوظات وهو بعنوان عزة النفس، قصيدة جميلة تحمل من المعاني الكثير، أضعها أمامكم. نرقم القصيدة إلى 8 أبيات ونبدأ بالقراءة. يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. القصيدة جميلة جدا، ألفها الشاعر القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني. إذا هذا اسم الشاعر. نوع النص الأدبي يا سادس، لما أضع أمامك أي نص أسألك ما نوعه؟ هل هو مقالة؟ هل هو خطابة؟ هل هو شعر؟ هل هو قصة؟ أكيد هو شعر. الآن ما الغرض من هذا الشعر؟ هل يا ترى كان غزل؟ هل كان يرثي أحدا متوفيا؟ لا، هي كانت نصيحة، نصح العالم بكلام جميل عن النفس وعزة النفس. نستمع الآن إلى شرح الأبيات. أخذنا القصيدة إلى طرف الصفحة وسنشرح بهذه الحصة أول 4 أبيات يا سادس. نبدأ بالبيت الأول. يقولون لي فيك انقباض، أي أن الناس تلوم أنت منقبض، أنت منعزل. لكن يقول أبدا، أنا رجل بعيد عن الذل فقط، أبعد عن الذل فقط. إذن يلومه بعض الناس ويقولون نرى فيك ضعفا ووهنا، ولكنه يرد عليهم قائلا بأن ابتعاده فقط عن مواقف الذل، أي أني أنا لا أبعد عن الناس ولا أبعد عن الحياة، بل أبتعد عن الإهانة والذل فقط. أرى الناس من داناهم هان عندهم. من داناهم أي من اقترب منهم يهون عندهم، يذلوه، يستحقروه. ومن أكرمته عزة النفس أكرما، أي يقصد بذلك أن من كان كريما وابتعد عن الناس ومواقف الذل سيبقى كريم. يرى الشاعر أن من تقرب للناس هان عندهم واحتقروه، ومن حافظ على عزة نفسه أكرمه الناس. إذن كلما اقتربت منهم شعرت بالإهانة، وإن بعدت عنهم أكرمتك نفسك. طبعا هذه وجهة نظر للشاعر، قد نتفق معه وقد نختلف. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذل أعتد الصيانة مغنما، أي أنه ينحاز بنفسه، يبتعد بنفسه حتى يحمي نفسه من الذل ويصون نفسه من كل المواقف التي تهينه. الآن الشاعر يبتعد بعرضه من أن يناله ذل، وقد صانه وأبعده عن الإذلال. إذا قيل هذا منهل، أي هذا مكان عذب لشرب الماء، تعال واجلس معنا ولنتسامر بالحديث ولنتحدث ولنضحك سويا. يقول نعم قد أرى، أي قد يكون فعلا منهل عذب وطيب، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أي أنا أصبر على العطش وأصبر على الظما ولا أن أكون مهانا وذليلا. إذا قال له البعض هذا مورد عذب للشرب فاشرب منه، يرد عليهم ويقول بأن نفس الحر تحتمل العطش ولا تقبل الإهانة. هذا كان شرح لأول 4 أبيات يا سادس.